طبعا قسم الإذاعة والتلفزيون هو من أهم الأقسام اللي موجودة بهاي الكلية. احنا كطلبة دخلنا لهذا القسم لأن شفنا أنه هذا القسم مهم جدا، مهم بالمجتمع. اليوم الإعلام له أهمية كبيرة بالمجتمع، وخصوصا المجتمع العراقي اللي يأثر به الإعلام جدا. الإعلام هو نقدر نقول السلطة الرابعة بالمجتمع، أو يسمى بالإعلام الحديث السلطة الأولى حاليا. قسم الإعلام بكليتنا طبعا قسم جيد من ناحية الأساتذة، من ناحية البناية، من ناحية الإمكانيات الموجودة. رغم أنه كليتنا حديثة العهد، لكن إن شاء الله بالأيام الجاية راح يكون تطورات أكثر. إحنا جينا بهذا المخيم اللي أقامته كلية الكفيل الجامعة، جينا هذا المخيم اليوم احنا باليوم الخامس، افترنا بالمشاريع اللي موجودة مؤسسة الكفيل، المشاريع التجارية. اليوم احنا بجامعة العميد، هي ايضا تابعة للعتبة العباسية. اطلعنا على اقسام هذه الجامعة، طبعا هي هذه الجامعة تختص بالاقسام الطبية، ايضا استفادينا منها. اقمنا بهذا المخيم عدة مؤتمرات، استفادينا احنا كإعلاميين انه التقينا بعدة إعلاميين، بعدة أساتذة، أخذونا محاضرات، دورات الإعلام، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل. شنو أثر الدورات اللي تأخذوها مثلا بالتنمية البشرية أنت كإعلامي بما تفيدك؟ هذه الدورات هي دورات تطويرية تطور مهارة المناقشة، مهارة صناعة القائد، مهارة صناعة الإعلامي بالمستقبل، تخليك تعرف شلون تناقش مثلا، شلون تكون الشخصية القيادية عندك، الشخصية الحوارية. طبعا التقينا بإعلاميين دوليين مثل الأستاذ سيف الباوي اللي نعرفه، هو محاضر دولي بقضية صناعة القائد، وعدنا الأيام القادمة أيضا محاضرات مع عدة إعلاميين. الكادر بقسم الإعلام شلون يشوف الأساتذة، تعاملهم، علميتهم، كفاءتهم؟ طبعا من ناحية العلمية ومن ناحية الكفاءة، الأساتذة اللي جايجون هم أفضل الأساتذة تقريبا نقدر نقول بالعراق. الأساتذة الموجودين عندنا أصحاب كفاءات، أساتذة قدروا ويتواصلون ويانا حتى خارج الكلية، قدرنا نستفاد منهم بالعملي وبالنظري، أعدونا دروس عملية ودروس نظرية فادتنا جدا، رغم أنه إحنا مرحلة ثانية، وإن شاء الله السنوات القادمة راح نتطور أكثر وأكثر.